سبحانه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، خالق كل شيء، يدبر كل شيء، يفعل ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. قدرته تتعلق بكل ممكن وبكل جائز، فهو على كل ممكن قدير، ويختار من الممكن ما يريده، فهو على كل شيء يريده من الممكن قدير. فلا تتعلق قدرته بالواجب ولا بالمستحيل، لأنه هو واجب الوجود. فلا تتعلق قدرته بإفناء ذاته سبحانه جل وعلا، أو أن يخلق معه إله، هذا مستحيل أن يكون معه إله. فقدرته لا تتعلق بكل مستحيل عقلي وبكل واجب عقلي. قد تتعلق قدرته بالمستحيل العادي، وهو الذي من جنس معجزات الأنبياء، فهو مستحيل عادي، أي ممكن ولكنه غير معتاد. فتأتي المعجزة من قبيل المستحيل العادي، وليس من المستحيل العقلي الذي لا يقبل العقل ثبوته. فالحمد لله الذي خلقنا وجعلنا عقلاء ندرك ونفهم، وجعلنا نتكلم. خلق خلق كثيرون لا تتكلم، وليس لها من العقل إلا ما تستطيع أن تدبر حالها لتحسن معيشتها كالحيوانات، لكن لا عقل لها. لها نفس وليست لها روح. خلقنا لنا نفس ولنا روح، روح خاصة، نحن أحياء بروح، وسائر الخلق من النبات والحيوان وغير الإنسان يحيا بنفس لا بروح. فالروح هي التي شرفنا الله بها ونسبها لنفسه تعظيما وتكريما، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح المقدسة المشرفة التي هي من عالم الأمر، اختص الله بها بني آدم فصلحوا للخلافة، ولولاها لكان كأي حيوان يحيا بحياة وليس يحيا بروح. وهناك فرق بين الحياة وبين الحياة بروح والحياة بغير روح. فالكائنات حية بلا روح، والإنسان حي بروح. فهذا التشريف هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى سببا لتعظيم أبينا آدم، الصورة الآدمية الأولى للإنسان، فأمر الملائكة أن تسجد له سجود تعظيم وتكريم واعتراف بعظم قدرة الله أن يخلق مخلوق بهذه الروح التي تجعل له من الصفات التي يتصف الله بها، ولكن على قدر المخلوق. فالله حي وهذا المخلوق حي، والله يتكلم وهذا المخلوق يتكلم، والله له إرادة وهذا المخلوق له إرادة ويختار، وهذا المخلوق له مشيئة كما أن الله له مشيئة. هذه كلها من إبداع خلقه سبحانه وتعالى في الإنسان. ولما كان هذا التشريف بهذه العظمة، لابد أن يكون مصحوما بالتكليف، لأن كل تشريف يكون في باطنه تكليف، حتى تؤدي ما يسره الله لك لعمارة هذا الكون ولمعرفة الله وللدلالة عليه ومعرفة أنبيائه ومعرفة ما يصلحك ويصلح غيرك، فتعيش ناصحا لنفسك ولمن حولك، معمرا لكونك ومعمرا لعمرك بالسعي إلى الله في كل أحوالك. فسبحانه البديع الذي خلق هذا الإنسان وجعله على هذه الصورة في أحسن تقويم، ولكن مع وجود المشيئة والإرادة لهذا الإنسان، ومع وجود النفس التي لها عين على الحس وعين على الغيب، هذه النفس قد لا تنظر إلا بعين واحدة،
وتشاء ذلك لأنها عجولة، فتنظر إلى الدنيا وتتشبث بها، ثم بعد ذلك تتعامل مع الدنيا بنوازعها الأمارة، فتصير بعد ذلك أسفل سافلي. ولكن هذه النفس إذا تحررت من النفس الأمارة وأخذت طريقها إلى الله من خلال النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل ما لا يليق، وتأمر صاحبها بفعل ما هو أعلى موافقا لحقيقة الروح المقدسة الطاهرة، كان هذا الإنسان مستمر على حاله في أحسن تقويم، لأن الله يقول خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي من خلال طاعته بمشيئته وبإرادته للنفس الأمارة. فالله لا يظلم أحد، فمن اختار أن يطيع النفس اللوامة اختارها بكامل حريته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن تشاء، وقد شاء أن نشاء، فخلقنا على هيئة النشاء، فإذا كان لنا مشيئة حرة فلا بد أن تتحمل مشيئتك واختيارك، وأن تدفع ثمن اختيارك. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فإذا أسأت الاختيار يكون بسبب كسبك أيها الإنسان. ولم يترك لهذه النفس وهذه الروح المشرفة فقط، بل أرسل لك رسل من خاصة خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الرسل من بني آدم وباطنهم كالملائك معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل هم أفضل من خاصة الملائكة، لأنهم جمعوا بين المشيئة الحرة وبين العصمة وبين الإرادة، كل ذلك لبيان كرامتهم عند مولاهم. فلم يترك هملا، فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المصور البديع، الخالق الذي يوجد الأشياء من عدم، والمصور الذي يجعله على صورة جميلة صالحة لأداء وظيفتها بجمال. فقد يخلقك تؤدي وظيفتك وصالح لأداء وظيفتك لكن بغير جمال، كما خلق بعض الحيوانات صورتهم قبيحة ولكن صالحين لأداء مهمتهم، لكن الله خلقك في صورة جميلة وفي نفس الوقت صالح لأداء مهمتك. فسبحانه سبحانه الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خالق مصور باري، والباري هو الذي يخلق على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، والبديع الذي يبدع في ذلك، فيكون الناس مع كثرتهم متشابهون في حقيقتهم وفي صورهم وفي نفس الوقت متفردون، فكل له تفرده من حيث علاقته بمولاه وإدراكه لمولاه، كل على حسب سعة إدراكه. فالناس يتفاوتون في الأرزاق العقلية والأرزاق الحسية والأرزاق الروحية. فسبحانه سبحانه الذي جعل كل إنسان ليس صورة مكررة من أخيه، وليس صورة مكررة من أبيه، والابن ليس صورة مكررة من أصله، بل الكل في ظاهره إنسان متفقون في الحقيقة مختلفون في الملكات والإدراكات. فسبحانه سبحانه لا تكرار مع كثرة خلق الإنسان، فكل شيء في الإنسان متفرد، وكل آتيه يوم القيامة فردا، أي متفردا ومنفردا، متفردا لا شبيه له ومنفردا لا شفيع له إلا إن كان مؤمنا فيشفع فيه من آمن به من النبي أو من اتبعه من ولي أو من هداه من عالم أو من علمه من عالم، فالكل يشفع في بعضه إن كان
من جنس من شاء إرادة الله في معرفته في حال حياته. فالشفاعة تنفع المؤمن، أما الكافر فلا شفيع، فلا شفيع له، لأنه هو الذي اختار لنفسه هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما كرمنا وشرفنا في سورتنا الآدمية الأولى، وفردنا فيما خصنا من أرزاق حسية ومعنوية، أن يجعلنا نستعمل ذلك كله في مرضاته وفي معرفته وفي عمارة الكون، وألا نكون مفسدين في الأرض، والله لا يحب الفساد. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشرف السورة الجسمانية صلى الله عليه وآله وسلم، بل خلق آدم على صورته، أي المحمدية. إن الله خلق آدم على صورته كما قال، على اعتبار أن الضمير يعود على ضمير الأكوان، وهو الحبيب المصطفى الذي جعله فاتح في عالم الأرواح، وفاتح في عالم الوجود، وفاتح في عالم الهداية، وفاتح لكل شيء. جعلني فاتحا وخاتما في عالم الملك، فجعله خاتم الأنبياء في عالم الحس، وفاتح الأكوان في عالم الأرواح. فخلق آدم على صورته، أي المحمدية، أو على صورة اسم محمد، فجعل له رأس ويدان وجزع وساقان. فإذا وقفت على هذه الحالة تقرأ هذه ميم وحاء وميم ودال، فإذا نظرت إلى هذا الجانب تجده محمد، وإلى الجانب الآخر تجده محمد. خلق آدم على صورة محمد، أي على صورة حبيبه، وهو يحب أن يرى حبيبه في كل خلقه، فجعل الكل في صورة محمد. فسبحان الذي جعل هذه الصورة الآدمية الكريمة المكرمة، فنسأل الله أنه كما جعلنا مكرمين في الصورة، أن يجعلنا مكرمين في الحقيقة، وأن يوفقنا على استعمال الإرادة والمشيئة، وهي منحة عظيمة من الله عرضها على السماوات والأرض، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان، تحمل هذه المشيئة وتحمل هذه الإرادة الحرة، وقال أنا مسؤول، وأنا لا أضر نفسي، أنا عاقل وعندي إدراك. فمنهم من كفر، ومنهم من آمن وعرف مولاه، فكان سيدنا محمد إمام العارفين وإمام العابدين، بل أول العابدين، وإمام المسلمين بل أول المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الوحيد في القرآن يقول وأنا أول المسلمين، وكل من سواه يقول وأنا من المسلمين. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، طوعا للمؤمن بإرادته الحرة، وكرها للكافر بأنه خاضع لقدر مولاه الذي أراد أن يظهره فيه، طوعا وكرها، وإليه يرجعون بعد الوفاة، حتى يحاسب الإنسان على اختياراته وعلى إرادته التي تصحبه مدة عمره، فيحاسب ليدفع ثمن ما ارتكب، وليأخذ ثواب ما فعل. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سيد المرسلين وخاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وشفيع المذنبين. حقيقته النورانية الأولى التي أشار الله إليها في القرآن، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. النور المنسوب إلى الله في هذا الضمير نوره هو النور المحمدي، نسبة تشريف، أي الذي الله نور السماوات والأرض، أي مظهر السماوات والأرض، وأظهرها بواسطة هذا النور الذي جعله سببا للظهور، فلولا النور ما ظهر شيء. فهذا هو النور المحمدي الذي تمثل بعد ذلك في الروح المحمدية التي أرسلها رحمة للعوالم، فأخرجتها من ظلمة العدم إلى الوجود
على ترتيب مراد الله بقدره في صورة أحداث زمنية وأوقات معينة، فيظهر جيل ويفنى جيل، والكل يظهر بمدد هذا النور الذي يخرج المعدوم المعلوم المراد إيجاده وقت إرادة ظهوره على وفق مراد الله. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الرحمانية وخزائن العلوم الإلهية، من منه انشقت وانفلقت الأنوار والأسرار، ومن منه استمدت الأنبياء نبوتهم، ومن منه استمدت الأرواح أسباب وجودها، فكل شيء به منوط في كل عروج وهبوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعرفنا به معرفة كاملة شافية، تجعلنا من أهل الخصوص، وتجعلنا من المقربين، وتجعلنا في حضرته ومعه وخلفه مستمدين منه مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما قلت الوسائط كلما كان هناك التكريم والتشريف. فمن الناس من يستمد من خلال شيخه، وشيخه من خلال شيخه بسلسلة طويلة حتى يصل إلى المدد الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يستمد من هذه الروحانية مباشرة، كلما قلت الوسائط كلما زاد التشريف، وزال مع التشريف المسؤولية. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة المكرمة المستمدة من هذا الحبيب، ولولا كرامة هذا الحبيب ما كانت مكرمة، ولولا حب الله لحبيبه ما كانت محبوبة، ولولا تخصيص الله لحبيبه ما كانت مخصوصة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فسر التكريم هو أننا منتسبين لهذا النبي المكرم، ومن مظاهر هذا التكريم أننا نأمر بالمعروف، وأننا ننهى عن المنكر، وأننا نعمر الأرض، وأننا نعبد الله، وأننا ننصح للخلق، وأننا حيثما وجدنا نكون رحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.